القول والله يعلم أعمالكم. ولنبلو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا ويحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تفسدوا أعمالكم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا سيغفر لهم إلا والله أعلم ولن يغفر أعمالهم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك بهديك صراطا مستقيما ويسرك الله نسرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يذكر المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عن سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الأنهار ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقصروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا أدبارهم فلا يزيدون وليهم ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم وأتم الكتاب من بعد أن أسركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. وهو الذي كفر وصدكم عن المسجد الحرام والهدي معكم وأن يبلغ محله ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليبدل الله في رحمته من يشاء. لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. استعان الذين كفروا في قلوبهم الخبية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام خشوعا والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولتعلمن الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان والعفو فاعفوا عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عنا يا كريم. إلهي نجنا من كل هم وغم بجاه المصطفى مولى الجميع وهب لنا في مدينته قرارا بإيمان ودفن بالبقيع. فسهل لنا يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. باب افغانستان کے مسلمان عراق و بغداد کے مسلمان کشمیر کے مسلمان چچینیا اور فلسطین کے مسلمان ان سب کو رب کریم
ہماری طرح سے عید کی خوشیاں ان کو نصیب فرما، ان کے لیے بھی عید کی خوشیاں نصیب ہو جائے رب کریم، اور جتنے بھی قاتل ظالم لٹیرے غاصب رب کریم تمام دنیا کو ان کے خلاف سراپا احتجاج کرے، اللہ رب کریم ان تمام قاتلوں کو ظالموں کو تباہ و برباد فرما، اللہم شدد شملہم، اللہم وزر جمعہم، اللہم خالف بین کلمتہم، اللہم دمر دیارہم، اللہم انزل علیہم بعثك الذي لا يقطع عن قوم المجرمين وزلزل اقدامهم يا ربنا يا كريم تقبل دعواتنا يا مجيب الدعوات برحمتك يا رحيم. سر رکھیے میں اٹھا دیتا ہوں، خواتین سے معتبر درخواست ہے کہ منتظمین نے جو ان کے لیے صف بندی کی ہے اس سے آگے نماز نہ پڑھیں ورنہ ان کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ امام صاحب سے آگے ہو جائیں گے، مہربانی فرما کے صف بندی وہیں کیجیے جہاں منتظمین نے ان کے لیے سب بچائی ہو. ورلڈ اسلامک مشن ٹرسٹ پاکستان کے کارکنان گیٹ پر موجود ہیں، آپ ان سے اپنے فطرہ صدقہ زکات خیرات تعاون کیجیے، مہربانی فرما کے سب بندی کر لیجیے، کوئی ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں، منتظمین کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مہربانی کر کے جو جہاں سب میں موجود ہیں وہیں رہیں، اس سے آگے نہ بڑھیں. ہم پروفیسر سید شاہ احمد صاحب کے خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی آپ 32 سپاہی کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں، 30 سپاہی کی تلاوت کے لیے تشریف لا رہے ہیں حافظ قاری مرشدی سیدی حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکات مالیہ. آپ خدا سے درخواست ہے مہربانی فرما کے جو جہاں پر سب میں موجود ہے وہ وہیں پر رہے، یہ صرف علماء کرام کے لیے ہے، یہ وہ حضرات جو خصوصیت سے پاکستان سے باہر سے زحمت فرما کے صرف اور صرف اس شبینہ شرکت کی تشریف لاتے ہیں صرف ان کے لیے جگہ بنائی گئی ہے، مہربانی فرما کے علماء کرام اور باہر کے مہمانوں کا خیر مقدم کیجیے اور ان کو آگے آنے دیجیے، آپ جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں وہیں پر تشریف رکھیے، منتظمین کے لیے مسائل پیدا نہ کریں، تنظیم اور ضبط کا خیال رکھیں. 30ویں سپاہی کی سعادت حاصل کریں گے حافظ و قاری مرشدی سیدی حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکات والے، جو جہاں پر کھڑا ہے وہ وہیں پر رہے، مہربانی فرما کے اگلی صف میں آنے کی کوشش نہ کریں، یہ صرف علماء اکرام کے لیے، جو حضرات باہر سے خصوصیت تشریف لاتے ہیں ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے، مہربانی فرما کے جو جہاں پر کھڑا ہے وہیں رہے تاکہ انسان میں مسائل پیدا نہ ہو، صف بندی کی جا سکے اور نماز کا. آصف بھائی کو خوش آمدید کہتے ہیں، ماشاء اللہ آپ آلر سے تشریف لائیں، تشریف لگی آ رہے ہیں آپ اپنے ساتھ کے سمے لاگے تشریف لے آئیے، جتنے ہارڈ کے ساتھی ہیں ہمارے مہربانی فرما کے آ گئے، بڑی مقامی لوگ پیچھے چلے، مقامی حضرات ان کو جگہ دیں، مہمان نوازی کا حق ادا کریں، جو باہر سے مہمان آئے خصوصاً ہارڈ کے مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بالخصوص جناب قاسم بھائی. استووا رحمكم الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء عصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا والسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقودون أئنا لمردون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تذكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء وبناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا مشية وضحاها عبس ما تولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرى فمن شاء ذكرى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام مررة قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة
يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة اولئك هم الكفرة الفجرة إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما أحضرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا البحار سدرت وإذا النفوس زبدت وإذا الممودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سحرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس جبال الكنس والليل إذا عسس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطعم ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضليل وما هو بقول شيطان الرجيم فإن تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصلاك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسرونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ويل للمطففين الذين يتعبوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أبدالهم يصرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار في سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصحاب الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين وما أدراك ما عليين كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم من ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغاضون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسل عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثمب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وأخذت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يبغي ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما
لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله والسماء ذات البروج واليوم المعروض وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود يدعو عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نخلوا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي يملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب الله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين السلم والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وذرامي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر
ألم تر كيف فعل ربك بعاد غير ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وبلد وما ولد لقد خلق الإنسان فيه كبد أيحسب أن لم يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا ومدى أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مكرمة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا دلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سماها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وخلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أراه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي نهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدعو ناديا، سندعو الزمانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله أكبر. المشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا.